شدد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وخلال استقباله رئيسة دولة المجر كاتالين نوفاك، أشار جبالي إلى المستوى المتميز من التنسيق والتعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي، داعيا الجانب المجري إلى زيادة حجم الاستثمارات المجرية في السوق المصري الواعد. من جانبها ثمنت رئيسة دولة المجر الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذا دور مصر المحوري في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، حيث أكدت على تطابق الرؤى المجرية مع الرؤى المصرية من خلال ضرورة حل الدولتين كأساس لاستقرار المنطقة والسلام في الشرق الأوسط.